السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق قضيتي لمقاطعة المنتجات. طبعا تطبيق قضيتي متوفر على سوق بلاي، وكذلك متوفر بالرابط الموجود في الوصف. تقدرون تدخلون على الرابط وتنزلون التطبيق من السوق بلاي. طبعا فكرة التطبيق قضيتي أنه توجد فيه بعض المنتجات تمت مقاطعتها من قبل الدول العربية. نقوم بفتح التطبيق وشرح مميزات التطبيق وكيفية العثور على المنتجات. طبعا عندك هذه قائمة الدول، هذه قائمة الدول التي تمت إضافتها. على سبيل المثال أنا في العراق، نختار دولة العراق، أنت حسب دولتك السعودية، قطر، أو أي دولة، تركيا وغيرها. نقوم بالضغط على العراق. التطبيق طبعا ما زال في طور التطوير. عندك هنا خيارين، اكتشف الآن من خلال الباركود. احنا حاليا في العراق، هذا الخيار بعد ما نفعل، ان شاء الله يتفعل في التحديثات القادمة. وعندك خيار البحث باسم المنتج، كذلك عندك خيار المزيد، نضغط عليه. عندك هنا قائمة المقاطعة، تقدر تعرف الشركات التي تمت مقاطعتها. عندك هنا منتج ناقص تقدر تضيفه. عندك هنا التعليمات والتطوع معنا. نرجع خطوة إلى الوراء، نقوم بالضغط على بحث باسم المنتج. هنا على سبيل المثال نكتب اسم المنتج، على سبيل المثال بيبسي. كتبنا بيبسي، نقوم بالضغط على اكتشف الآن. ظهرت لنا كلمة مقاطعة. هذا المنتج تمت مقاطعته في العراق، يعني مقاطعة. تقدر تكتب أي منتج من خلال كتابة اسم المنتج بالحرف الإنجليزي باللغة الإنجليزية أو الأحرف الإنجليزية، أو تظهر لك تمت المقاطعة خلص. أو تقدر من خلال الباركود، هذا الخيار راح يتفعل قريبا، فقط تضغط راح يفتح وياك كاميرا تخليها على باركود المنتج، راح يظهر لك انه تمت مقاطعتها او لا. تطبيق جدا مفيد وما زال في طور التطوير، اتمنى تستفادون من عنده، ولا تنسونا من خلال اللايك والاشتراك في القناة حتى يصل لك كل شيء جديد. مع تحياتي للجميع.